في الجزء الأول من الحلقة اتكلمنا على أن هناك قاسم مشترك لأي حاكم في العالم، بيبقى عنده وظيفة أساسية غير التحديات أخرى اللي بتقابله، ألا وهي الرفاهة أو الرفاهية لشعبه، أو لو شعبه فقير يقلل مساحات الفقر، يوفر فرص عمل، يحافظ على استقرار العملة المحلية، ينشط صادرات. ده ملف كله سميه تنمية اقتصادية أو الاقتصاد. كيف أدار الرئيس السيسي اقتصاد مصر خلال 6 سنوات؟ إيه ملامح الاقتصاد في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات التي مضت؟ معايا على التليفون الأستاذ الدكتور أحمد جلال، أستاذ الاقتصاد وزير المالية الأسبق. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. في البداية وإحنا بنتكلم على 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي، يهمني قراءة حضرتك للحالة الاقتصادية المصرية طوال 6 سنوات. كيف أدارت الدولة الاقتصاد المصري طوال هذه السنوات الست؟ أولا أنا تابعت الحلقة من البداية، والعرض اللي حضرتك قدمته في الأول شديد التوازن الحقيقة. أشكرك. يعني بيبين الإنجازات، ومحدش يقدر ينكر هذه الإنجازات، لكن في نفس الوقت أيضا بيعبر عن طموحات مش بس حضرتك، طموحات كل المصريين. نعم. ولفت نظري أيضا أن حضرتك استخدمت تعبير الدولة المصرية، لأن احنا مش في موقع يعني عايزين نحاكم الرئيس أو أي حد ما صحيح صحيح، وإنما لأنه ما يحدث بصراحة نتيجة جهود كثير من الناس في مواقع مختلفة. وأنا أعتقد بصراحة شديدة يعني أنه ظلم للرئيس أن نحمله وحده كل ما يحدث في مصر اقتصاديا وسياسيا وغير كده، كل الفواتير الاقتصادية وغير الاقتصادية بالمناسبة يعني. فأنا أعتقد أن العبء لازم يبقى على أكتاف الجميع، وأن كل الآخرين يبقى كل حد بيقوم بدوره. على كل حال نرجع لسؤال حضرتك بالتحديد. المشهد المصري طبعا فيه انجازات زي ما حضرتك قلت، وانا بتصور ان يمكن انجازها في 3 حاجات. يعني طبعا المشروعات كتيره قوي، لو الواحد عد المشروعات مش هيخلص، فهو الافضل الواحد يبص لها بشكل تجميعي اذا صح التعبير. اول انجاز في تقديري بالنسبه للاقتصاد هو الاستقرار السياسي. يعني انا مش متصور ان في اقتصاد ما ممكن يقوم في اطار زعزعة داخلية وعدم أمن وعدم استقرار، وأنا صحيح. أعتقد أن ده كان شديد الأهمية لبداية أي إصلاح من أي نوع آخر. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي فكرة زي ما حضرتك برضو أشرت، الإصلاح الكلي. يعني مجموعة الإصلاحات اللي كان عندنا، الموازنة العامة ومثلا المدفوعات وسعر الصرف، كل حاجة مش في محلها ومشوهة، والحقيقة شديدة الضرر ولا تحتمل وكانش ممكن تستمر. فده تطلب قدر من الشجاعة، وأنا أعتقد أن اللي حصل كان ضروري وإن كان مؤلم حقيقة. اللي هو الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي الكلي. وبالمناسبة أنا عايز أركز على النقطة دي، لأن أنا عايز أقول أن الإصلاح الاقتصادي اللي عملناه ده إصلاح جزئي، ده إصلاح بيسموها التوازنات الكلية في الاقتصاد. نعم. انما ما هي، لكن ما هوش الاصلاح الهيكلي، ما هوش الاصلاح اللي بيساعد على عمليه النمو، ما هوش الاصلاح اللي بيتعامل مع مشاكل العداله وعدم العداله واشياء اخرى. فكلمه الاصلاح الاقتصادي هي اصلاح كلي اقتصادي، خلينا بس نحددها بهذا الشكل. انا بتصور ان الانجاز الاخير والمهم جدا هو مجموعه البنيه الاساسيه، لان الاقتصاد لا يستطيع ان ينمو بشكل دون بنية أساسية، وظائف عمل وهكذا. صحيح. من غير بنية أساسية. فدي إنجازات الحقيقة ما فيش حد يقدر ينكرها، والدولة المصرية والحكومة والرئيس طبعا على رأسها يستحق كل تقدير. وزي ما حضرتك بقى من الناحية الثانية أشرت، الطموحات أعلى من كده بكتير، وتتعدد بقى الحاجات. يعني ممكن الواحد يقعد يتكلم بالصف. لا تعالى مثلا اسال حضرتك على استمرار الانفاق على المشروعات الانشائيه، هل تنصح به الفتره القادمه ولا يقل الضخ المالي ليها مثلا؟ هو انت عارف الناس المفروض يبقى عندها، لازم يبقى عندنا تصور ما
اللي ايه اللي محتاجين نعمله ترتيب اولويات علشان نساعد الناس. ونساعد الناس ازاي؟ اصل هي كلمه عامه قوي، انما انت عايز تساعد الناس في الاخر ويحسوا بقيم بفائده هذا الاصلاح. ومداخل الاصلاح هي النمو، لان ده اللي بيخلق فرص عماله، نمو بشكل معين. الجانب الثاني هو جانب العداله الاجتماعيه، وده ليها على الاقل. على ترى العداله الاجتماعيه تحققت في بعض الصور زي التكافل وكرامه، مشروع 100 مليون صحه، اسكان اجتماعي. انا بسميها الحمايه الاجتماعيه وليست العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه صحيح اوسع شويه وبيرتبط بتكافؤ الفرص. يعني لو انا اتولدت في الريف وما عندناش لا صرف صحي ولا ميه وما عندناش كهرباء وما عندناش فرص تعليم واهلي غلبانين، فرصتي في اني احصل على كل الفرص الاخرى سواء عمل او ترقي في السلم الاجتماعي كلها بتبقى محدوده للغايه. فالمساله ليست اني اعمل تكافل وكرامه واني اقلل يعني عبء الفقر على بعض الفقراء، لان حتى هذا البرنامج لم يصل لكل الفقراء وزاد عدد الفقراء عندنا من 27%. طيب ما الذي تامله على المستوى الاقتصادي فيما تبقى من الفتره القادمه من حكم الرئيس السيسي؟ انا بتفق مع حضرتك كثيرا جدا في ان الاصلاح السياسي هو مفتاح الاصلاح الاقتصادي. ليه؟ لانه انت عايز تنوع في الاصوات وانت عايز تغربل الاولويات وعايز تختار حاجات معينه بدل حاجات تانية بتلبي مطالب الناس، وبالتالي فالاصلاح السياسي مفتاح هو الاصلاح السياسي محوري اساسي للاصلاح الاقتصادي. بالنسبه للاصلاح الاقتصادي بقى، خليني بس انقل على النقطه دي. اتفضل. مساله النمو مثلا، انا اعتقد ان احنا في الفتره اللي فاتت ركزنا كثيرا على الحاجات اللي ممكن تتلمس، يعني طرق وكباري واشياء من هذا القبيل. الدول بتنمو ليس فقط بانها بتعمل مشروعات وانها بتعمل طرق وكباري، وانما بمجموعه السياسات. يعني انت زي ما يكون عندك كده نموذجين للنمو، واحد بالمشروعات واحد بالسياسات. عاده الناس بتستجيب للسياسات، يعني زي الـ لو انا عايز ادخل كليه معينه وبيقولوا لي ان انا عايز محتاج اجيب مجموع معين، يبقى في معيار انا يعني يتحدد ليا يخليني اروح في الحته الفلانيه. هذا الكلام بينطبق بقى على الزارع وعلى الصانع وعلى المستهلك وعلى المنتج. السياسات هي اللي بتوجه سلوك الناس سواء كانوا مستثمرين او عمال او صحيح في اتجاه معين وليس اتجاه اخر. طب دكتور احمد، ما هو اكبر تحدي؟ اتفضل. احنا ما اشتغلناش في تقديري على السياسات، اشتغلنا كتير على المشروعات. الفترة القادمة إذا عايز أعمل تقدم حقيقي لازم أعيد النظر في السياسات المطروحة تقريبا في كل القطاعات. ممكن ناخد حاجة صناعة مثلا حضرتك أثرتها، ممكن نرجع لها بعد دقيقة واحدة. طيب أنا بس النقطة الثانية اللي أقل أهمية في هذا الإطار هي فكرة دور الدولة. هو دور الدولة إيه بالضبط الأيام دي؟ يعني يا ترى الدولة تقوم بالمشروعات بنفسها ولا تصنع السياسات وتراقب تقديم الخدمة وتتأكد إن بدلاً من أن تقدم الخدمة أفضل من أن تقدم الخدمة. يعني مثلاً في الكهرباء، حضرتك وأنا بندفع كهرباء أكتر بكتير، مش بس أنا وإنت بس، كل الناس يعني. طب يا ترى التكلفة اللي احنا بندفعها دي هي فعلاً تكلفة حقيقية معيارية ولا بتغطي عدم كفاءة في تقديم الخدمة؟ اللي بيخليني اقدر اني احكم على ان ده التكلفه اللي انا المفروض ادفعها ولا لا، ان بتعمل جهاز رقابي مستقل. ما عندناش هذا الجهاز الرقابي المستقل، عندنا جهاز رقابي لكنه ليس مستقلا. دي الاصلاحات اللي اصعب شويه وسطل شويه زي ما بيقولوا، بس ده الاتجاه اللي احنا محتاجين نمشي فيه. نعيد النظر في دور الدوله ونعيد النظر في السياسات ونتاكد انها بتحفز الناس على انها تتجه مش للعقارات وانما للصناعه نفسها. أنا بشكر حضرتك أستاذنا الكبير الدكتور أحمد جلال.